تعتبر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ذراع القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تشمل أربعة مؤسسات وهي IRTI، ISEC، ICD، وITFC. أنشأت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في عام 99، ويبلغ رأس مالها المصرح به ملياري دولار أمريكي، وتضم في عضويتها أكثر من 50 دولة. تتمثل رؤية المؤسسة في أن تكون لاعباً رئيسياً في مجال تطوير القطاع الخاص، والذي تعتبره وسيلة فعالة لتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي والاجتماعي في الدول الإسلامية. تتلخص مهمة المؤسسة في استكمال الدور الذي يؤديه البنك الإسلامي للتنمية من خلال تقديم الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، تشجيع المنافسة وريادة الأعمال في الدول الأعضاء، تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات والمؤسسات المالية، تشجيع الاستثمارات بين الدول الأعضاء. تتلخص أهداف المؤسسة في إنشاء مؤسسة أو مؤسستين مالية إسلامية في كل دولة عضو بحلول عام 1440 للهجرة، أي 2020 للميلاد، تمويل 3000 مشروع لكل مؤسسة، تمويل 10000 تاجر لكل مؤسسة، تمويل استثمار مباشر واحد في كل دولة عضو بحلول عام 1440 للهجرة 2020 للميلاد. تقدم المؤسسة المنتجات والخدمات التالية: تطوير المؤسسات المالية، الاستثمار والتمويل المباشر، الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول. توسع المؤسسة نطاق عملياتها من خلال إنشاء وتمويل الاستثمار وتقديم الاستشارات للمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى في الدول الأعضاء. وتستهدف المؤسسة وشركاؤها المؤسسات المالية التالية: البنوك الإسلامية، شركات الإيجارة، شركات التكافل، شركات التمويل العقاري، صناديق الاستثمار. تمول المؤسسات المالية المذكورة مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والرامية إلى خلق فرص عمل جديدة تساعد في تنمية الاقتصاد المحلي. وبالعودة إلى خدمات تطوير المؤسسات المالية، ثاني هذه الخدمات هي خطوط التمويل. تقدم المؤسسة أيضاً خطوط تمويل لبنوك ومؤسسات مالية محددة في الدول الأعضاء كوسيلة لتحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل متوسط الأجل، وتعزيز ميزانية البنوك المستفيدة ودعم الاقتصاد الوطني. كما سبق ذكره، تقدم المؤسسة ثلاثة منتجات وخدمات رئيسية. دعونا نتحدث الآن عن المنتج الثاني الذي تقدمه المؤسسة. تتضمن خدمة الاستثمار والتمويل المباشر ثلاثة منتجات رئيسية، وهي الاستثمار المباشر في الأسهم، التمويل متوسط الأجل، التمويل قصير الأجل. تدعم المؤسسة المسيرة التنموية في الدول الأعضاء من خلال الاستثمار في الشركات التي تسعى إلى توسيع قاعدتها رأسمالية، وتشمل هذه الخدمة استثمارات في شركات جديدة أو قائمة ذات رأسمال قوي وقابل للزيادة، استثمارات في الأسهم من خلال الزيادة في رأس المال أو الاستحواذ. عملياً، تتلقى المؤسسة طلبات من قبل صاحب أو أصحاب الأعمال للاستثمار في مشروع جديد أو قائم في قطاع آخر غير قطاع الخدمات المالية. لا تتجاوز مساهمة المؤسسة 33.3% من قيمة رأس مال المشروع. تمول المؤسسة مشاريع مجدية تحت إدارة مختصين وفي إطار حوكمة سليمة ولها أثر تنموي واضح. ثاني منتجات الاستثمار والتمويل المباشر هو التمويل متوسط الأجل. تقدم المؤسسة التمويل الأجل لتوسعة الشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة وتنفيذ المشاريع. تتلقى المؤسسة طلبات من قبل صاحب أو مجموعة من أصحاب الأعمال للاستثمار في مشروع جديد أو قائم. لا يتجاوز تمويل المؤسسة 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع للمشاريع الجديدة أو 50% للمشاريع القائمة. ويستخدم مبلغ التمويل لغرض محدد: التوسع، اقتناء خطوط إنتاج جديدة، شراء آلات إلى آخره. ويتراوح متوسط حجم التمويل بين 10 و20 مليون دولار لفترة تتراوح بين 4 و7 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى للتمويل 5 مليون دولار أمريكي. تمول المؤسسة المشاريع المجدية ذات إدارة جيدة وفي إطار حكومة سليمة ولها أثر تنموي واضح. نمر الآن إلى المنتج الثالث والأخير، التمويل قصير الأجل. تقدم المؤسسة تمويل قصير الأجل للشركات التي لا تغطي تدفقاتها النقدية من العمليات احتياجاتها التمويلية. عملياً، يطلب من المؤسسات توفير السيولة للشركات عن طريق القروض قصيرة الأجل ولفترة لا تتعدى سنتين. وتقدم المؤسسة هذه الخدمة من خلال: أولاً، تمويل التجارة، ثانياً، توفير رأس المال العامل، ثالثاً، التمويل المؤقت المرحلي.
بعد تقديم المنتجات الثلاثة التي تشكل خدمات الاستثمار والتمويل المباشر، سنسلط الآن الضوء على ثالث خدمات المؤسسة وهي الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول. في الواقع تقدم المؤسسة لعملائها خدمات مصرفية استثمارية وخدمات استشارات الأعمال وخدمات إدارة الأصول، والهدف هو خلق البيئة المناسبة لتسهيل الاستثمار لمؤسسات القطاع الخاص ومساعدة الشركات على تحقيق أهدافها. اعتمادا على فريق من المهنيين ذوي خبرة مصرفية استثمارية كبيرة، تقدم المؤسسة لعملائها الخدمات المصرفية الاستثمارية التالية: إعادة الهيكلة، تمويل المشاريع، عمليات الاندماج والاستحواذ، الاستثمار في الأسهم، الصكوك، أدوات متخصصة وقابلة للتحويل، التوريق. وتركز خدمات الاستشارات على تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية الإسلامية والمناطق الاقتصادية الخاصة في الدول الأعضاء. تصنف خدمات إدارة الأصول في المؤسسة الصناديق إلى ثلاث فئات، وهي صناديق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعزز فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في خلق فرص العمل. وفي هذا الإطار أطلقت المؤسسة صناديق في المملكة العربية السعودية وفي الجمهورية التونسية، صناديق الأسهم الخاصة التي تمول القطاعات الرئيسية التنموية على الصعيد الإقليمي أو العالمي. وفي هذا الإطار أنشأت المؤسسة صندوق رابطة الدول المستقلة للطاقة المتجددة وصندوق الأغذية والزراعة العالمية، صناديق الدخل التي توفر أدوات الاستثمار في إدارة السيولة وتحقق عوائد مستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تشرف المؤسسة على إدارة صندوق حصص الاستثمار، وأطلقت مؤخراً صندوقاً إقليمياً لأسواق المال. بعد هذا التقديم الخدمات الثلاث الرئيسية للمؤسسة، سنسلط الآن الضوء على بعض المشاريع التي مولتها المؤسسة أو رتبت تمويلها من أجل فهم أفضل لهيكل التمويل. المشروع الأول: تعزيز التنمية عن طريق ترتيب التمويل. أشرفت المؤسسة بوصفها المرتب والممول الرئيسي على بناء مصنع إنتاج الصلب في المكلا باليمن. بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 172 مليون دولار، منها تمويل لأجل بقيمة 48 مليون دولار. نجحت المؤسسة في جذب صندوقين تنمويين، وهما صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة في الاكتتاب، وساهمت الأطراف الثلاثة بقيمة 16 مليون دولار لكل منها. المشروع الثاني: تطوير الصناعة المالية الإسلامية. من أجل تطوير سوق التمويل الإسلامي في غرب أفريقيا، شرعت المؤسسة في تأسيس بنوك إسلامية في المنطقة والاستثمار فيها. أبرمت المؤسسة شراكة مع بنك آسيا من تركيا لإنشاء شركة قابضة، شركة تمويل أفريقيا، التي تستثمر في وتدير حصصاً في البنوك الإسلامية، كما تقدم الدعم اللازم لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية. استثمرت المؤسسة 33 مليون دولار أمريكي لشراء حصة 60% في شركة تمويل أفريقيا، مما رفع حجم استثماراتها في 4 بنوك في النيجر والسنغال وموريتانيا وغينيا. قدمت المؤسسة خدمات استشارية لحكومة السنغال لإصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. المشروع الثالث: تعزيز تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط التمويل. تقدم المؤسسة خطوط التمويل مقابل ضمانات من المؤسسات المالية. تقدم المؤسسات المالية تمويلات متوسطة الأجل لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل التوسعة ورأس المال العامل ونحو ذلك. تسدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التمويل متوسط الأجل للمؤسسات المالية التي بدورها تسدد خطوط التمويل للمؤسسة. بإمكان مستثمرين آخرين المشاركة في خطوط التمويل من خلال تعيين المؤسسة كوكيل الاستثمار. نتيجة لهذا البرنامج، تمكنت المؤسسة من الرفع من مستوى الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في رابطة الدول المستقلة ومنطقة جنوب شرق آسيا. التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان، قرغيزيا، طاجكستان، أوزبكستان وموريتانيا، ولأكثر من 5000 دراجة نارية مولت من قبل بي تي ماندلا مالتي فاينانس لاستخدام الشركات العائلية الصغيرة في إندونيسيا. ترسل الطلبات إلى مدير إدارة تطوير الأعمال والشراكة في المناطق التالية: منطقة الشرق الأوسط، منطقة إفريقيا، منطقة آسيا، منطقة رابطة الدول المستقلة.